ورجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو المصور الفوتوغرافي المبدع ابراهيم ملالله. يا اهلا ومرحبا فيك ابراهيم. يا مرحبا ابراهيم. انت بديت بهوايه التصوير وبعدين تحولت الى حرفه، كلمنا عن بداياتك. بداياتي ابتديت التصوير خلينا نقول شغف او تبع حق الوالد الله يحفظه، هو في البدايه كان مصور، فكنت من يوم ما انا صغير اشوف انه هو كله يصور. فكان يشدني ذي الشيء وايد، ومع الايام بديت انه انا اطلب او احن ابي كاميرا، فكنا نبتدي بكاميرات الافلام، فكنا نصور في المدارس، في الفعاليات، في الجامعات العائليه. مع مرور الوقت ابتدى التطور، طلعت عندنا كاميرات الديجيتال، هنا بديت اشتري كاميرات، بديت اخذ وحبيت الموضوع اكثر، وكان توا بدايه فتره السوشيال ميديا، فكنت لما اصور انزل على يوم الفيسبوك والامور هاي، فقاموا يدخلون علي ناس وايد يطلبون التصوير، فقررت ان انا اخذ دورات في التصوير واتعلم اكثر، حولتها من هوايه الى حرفه اكثر. يعني البدايه كانت يعني نقول بسيطه جدا، بعدين شوي شوي انت طورت من نفسك. طورت من نفسي. طيب بحكم خبرتك في مجال التصوير ابراهيم، من المتحكم او المسيطر في عمليه التصوير عشان تطلع الصوره بشكل اجمل؟ هل هي الكاميرا ولا المصور؟ الاثنين. يعني الكاميرا دائما تلعب دور، يعني في الكاميرات البسيطة أو البيسك، في الكاميرات اللي شبه احترافية، وفي الكاميرات الاحترافية. كل كاميرا لها مميزات معينة، فالكاميرا تلعب دور جدا كبير عشان تطلع لنا ريزولوشن حلو في الصورة. إبداع المصور أو الشخص اللي قاعد يصور، اختياره للزاوية، نظرته للصورة، الثيم اللي قاعد يجهزه ويتعب عليه، هو بعد له دور ثاني. ممكن نقول بعد احساسه بالصوره. أكيد. يعني هو التصوير مو مجرد الواحد يود كاميرا ويصور، ولازم أكيد يحس بجماليات الصوره ويعرف شنو اللي قاعد يصوره، احساسه مثل ما قلتي. طيب البعض يقول ان تصوير المشاهير صعب، والبعض الاخر يقول ان تصوير الاطفال صعب، ايهما اصعب بالنسبه لك اللي تحس انه هو يحتاج مجهود اكبر؟ هاي سؤالي واحق شوي. لا شوفي، المشاهير يعني يمكن بدايتي، يمكن اول ما ابتديت ان انا اصور المشاهير كان شوي يوترني الموضوع، بحكم انه يكون سيلبرتي واحاول ان انا اطلع صوره احلى من المصورين اللي صوروا. ف مع الايام عرفت ان انا لازم اخلي خطه معينه، ادخل على صفحتهم في السوشيال ميديا، اشوف شنو الزوايا اللي يحبونها، شنو الامور اللي تناسبهم، بناء عليها اخلي خطه قبل لا يوصلون عندي. والحمد لله اغلبيتهم يعني خلينا نقول مثل ما نقول احنا ربع ويا بعض، فصرنا ناخذ ونعطي ويا بعض، وعارف شنو الاشياء اللي هي تناسبهم، فصار بالنسبه لي موضوع تصوير المشاهير شوي اسهل. الاطفال بحكم انه انا يعني كمدرس نظام فصل، فتعاملي مع الاطفال عندي خبره فيه، فبعد موضوع سهل، بس نقدر نقول ان النيو بورد هذا اللي كنت بقوله، يعني الأطفال حديثي الولادة شلون تتعامل معاهم في التصوير؟ جدا صعب، يعني للأمانة أنا استعين في أمي دائما، يعني دائما أحس أن خصوصا لهم تعامل خاص الأطفال، إيه يعني أخاف أن أنا أشيله ويتطرقع في يدي، ما أعرف أن أنا أتعامل وياه، لفتهم، وضعيتهم، البوز اللي ناخذه لهم، أحتاج أن يبي لأمهاتنا يعني عشان صبر بعد. طيب في ظل التطور السريع، لو تكلمنا عن الموبايلات خاصة حاليا، تلاحظ أن كل ما يتغير موبايل أو يتم تطوير موبايل لازم الكاميرا، الناس دائما تركز على تطوير الكاميرا وش كثر توصل دقتها في التصوير. تعتقد أن احنا نقدر نعتمد على كاميرا الموبايل ككاميرا احترافية؟ نعتمد عليها اعتماد كلي لا، لكن إذا عرفنا خصائص الكاميرا ممكن ان نخلي التلفون نفسه يكون، يعني التصوير بالتلفون يكون تصوير احترافي يضاهي الكاميرا لكن ما يساوي. ويعتمد بعد على المصور نفسه. اكيد اكيد. طيب الزوايا تلعب دور، الامور وايد تدش في الموضوع. طيب ابراهيم، انت فتحت استوديو والاستوديو تحول الى شركه، كلمنا عن هذه النقله. النقله هاي بناء على السوق اللي موجود حاليا. الاستوديو كنت أصور فيه شغلات محددة، السوق حاليا يتطلب أكثر من شيء، خصوصا إذا يجون العملاء يحتاجون يعني أكثر من شغلة، بس يتعبون أن نبي ندور عند فلان، بنروح حق فلان، هذه مو متوفر عنده، فحاولت أنه أنا أوفر كل شيء تحت شركة واحدة. فصار عندي تصوير الفوتوغرافي، صار عندي تصوير الفيديو، إدارة حسابات السوشيال ميديا، التصاميم،
توفير المودل حق البعض، توفير المعلنين او البلوجر الانفلونسر، فكلهم صاروا في منصه واحده مكان واحد، فيسهل على العميل انه لما يقدر يختار اللي هو يحتاجه في مكان واحد ما يطلع من عندنا. طيب انت ذكرت في البدايه انك شوي شوي تطور من نفسك، وصلت الى مرحله انك تقدم ورش في التصوير، شلون لقيت الاقبال على ورش التصوير الفوتوغرافي؟ ورش التصوير انا مشتغل فيهم تقريبا من خلينا نقول 10 11 سنه زايد قصر. ابتديتها مع طلاب المدارس تبع وزاره التربيه والتعليم، مختلف المراحل، قدمت تقريبا ما يقارب 300 ورشه حق مرحله الابتدائي الاعدادي الثانوي، موظفين الوزارات، موظفين البلديات، اعطيتهم اساسيات في التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، اعطيتهم اساسيات التصوير بالهاتف النقال. فالحمد لله عندنا شباب وايد طموح، شبابنا وايد حلو، شبابنا عندهم طاقات وامكانيات يمكن حتى اكثر مني. اكتشفت ناس وايد في هاي الورش وما شاء الله عليهم، حاليا وصلوا حق يعني مرحله يشكرون عليها. طيب بما ان تكلمت عن الاساسيات، اساسيات التصوير، لو ممكن تعطينا شويه اساسيات في التصوير ممكن يستفيد منها المشاهد. اساسيات التصوير، دائما انا اقول حق طلابي في الورش ركزوا لي على الزوايا، ركزوا لي على الفوكس انه يكون مهم، ركزوا لي على الاضاءه من وين تتجه، يعني في التصوير الخارجي الشمس لازم تكون ورا المصور ما تكون مجابله الكاميرا. الزاويه تكون مهمه، المسافات، تقريبا هاي اهم شيء. يعني كلها هذه اساسيات ممكن تساهم في جماليات الصوره. يعني طيب التصوير بالتليفون ممكن ان اذا عرفوا هم اساسيات التصوير الصح بالتليفون وعدلوا اعداداتهم صح يطلعون بصور احترافيه. طيب من التصوير الفوتوغرافي الى الفيديوغرافي، كلمني عن هذه النقله وش اللي خلاك يعني تتجه الى الفيديوغرافي. دائما نعرف ان مثلا المصور الفوتوغرافي عنده ولاء للكاميرا بالته وعلى يعني هاي التخصص بالذات، ايش اللي خلاك تنقل الى الفيديوغرافي؟ شوفي للامانه انا يعني من بديت التصوير انا يعني متجه حق الفوتوغرافي، بس الفيديوغرافي كان عندي شغف ان انا اتعلم عليه، بس دائما كنت اشوف انه هو صعب لانه انا ما كنت مستوعب تصوير الفيديو. الفترة الأخيرة بعد ما تعلمت وخذيت أكثر من كورس بديت الحمد لله حاليا أنه أنا أتجه حق تصوير الفيديو، خصوصا أنه في وقتنا وقت السوشيال ميديا صارت الريلات التيك توك صحيح تنتشر أكثر، هي متطلبات حديثة يعني متطلبات تحتاجها. حديثة تنتشر أكثر، فصاروا حتى العملاء اللي عندي يطلبون الفيديوهات مع الصور. احنا ما نبي بس الصور، نبي باكج ناخذ الصور ونحتاج بعد الفيديو. فيديوهات، فدخلت الفيديو حاليا معي في الشركة. شنو الأصعب؟ شنو اللي حسيته أصعب، التصوير الفوتوغرافي ولا الفيديو؟ الفيديو يبي له شوي صبر. الفوتوغرافي خلاص أنا تمكنت منه. يبي له صبر ووقت. يبي له صبر ووقت. لأنه هو مو تصوير بس، هو تصوير ومونتاج، وإذا تحتاج تركب صوت أو موسيقى. بالضبط، لازم يكون كل شيء متناسب مع بعض عشان نطلع بنتيجة حلوة فيها، فأنا بالنسبة لي شوي الفيديو يكون أصعب. تمام. طيب إبراهيم، وين تشوف نفسك في المستقبل وشنو طموحاتك المستقبلية في هذا المجال؟ طموحاتي المستقبلية يعني يمكن أنا سويت حاليا يعني لي وضعي الحين كل شيء أنا أحلم فيه، بس لازال عندي شيء واحد، الورش اللي أنا قاعد أقدمها حق وزارة التربية والتعليم والطلاب اللي قاعدين يطلعون، طموحي في الفترة الحالية أنه أنا أطلع شباب يكونون متمكنين ويكونون خلينا نقول احسن مني بعد في مجال التصوير، خصوصا ان احنا عندنا طاقات وايد شبابيه قويه موجوده عندنا في البحرين. وحلو ان انا اشوف يعني انا عندي 3-4 طلاب لا زلت اتواصل وياهم من ايام ما كانوا مرحله الثانوي واتجهوا حق تخصص الاعلام واتجهوا حق تخصص التصوير ووصلوا حق مرحله ما شاء الله عليهم وصلوا فوق ابدعوا، فكان شعور وايد حلو. ف طموحي المستقبل ان انا اطلع من هاي الفئه عدد اكبر ان شاء الله. وهذه بعد نقدر نقول نتاج تدريبك لهم وان اعطيتهم الاساسيات انهم يبتدون في هذا المجال. ابراهيم يعني انا شكرت لك حضورك معنا اليوم. انا سعيده جدا وفخوره بشباب البحريني دائما، شباب البحريني دائما مبدعين. يعطيك العافيه، شكرا على حضورك معنا.